السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. أهلا بكم في عمارة الحاج رمضان، حلقة جديدة ويوم رمضاني جديد وبيت حلو وأم مصرية حلوة. نعرف أكثر عنها وندخل في تفاصيل الدنيا ونعرف إيه اللي ممكن نعمله علشان كلنا نسعدها، لأن هو دورك في الشهر الكريم إنك تكون سبب في إسعاد غيرك. إحنا دايما بنقول إيه، ساعد تسعد. على قد ما هتساعد غيرك على قد ما أنت هتكون مبسوط، لأن أنت هتحس إن ربنا استخدمك في حاجات كتير. الشهر الكريم بدأ، كلنا بنتهافت كده ان كلنا نكسب ثواب على قد ما نقدر. هو ده شهر الثواب والخير والحسنات، فما تضيعهاش. خلوني بقى ايه ارحب بست الناس. ست نجات، ازيك؟ اهلا مرحبا يا ورد. عامله ايه؟ كويسه يا ام. ربنا يخليكي دايما ويديك الصحه كده، تعيش وتطول عمرك حبيبي. خليك. قولي لي بقى البلد اسمها ايه؟ القساقسة. اسمها ايه؟ ايه القساقسة؟ القساقسة. اه القساقسة. انت اتولدتي في القساقسة؟ اه اتولدت وكبرت وتربيت هنا فيها وتجوزت هنا. وردي احكي لي بقى عنك، عايز اعرف بقى انت خلفتك ايه بقى، مخلفه كم؟ انا هم سته تقريبا. ثلاث ولد وثلاث بنتي. اساميهم ايه بقى؟ الكبيره فاطمه والثانيه مهجه. ماشي. والمرحوم كان اسمه جناوي، الله يرحمه ويحسن. الله يرحمه ويسكن الجنه. ومين كمان؟ وناصر وزهرة وحسين ومحمد. ربنا يخلي، ربنا يخلي. وانت ست الناس كلها بقى، انت اللي منورة حياتهم كلهم. كرمك يا امي، تعيشي حبيبي. ربنا يخليك يا ست الناس. قولي لي يا ست نجات، دايما لما الواحد كده يبقى الناس واقفين في ظهره والناس تساعد بعضها والناس تفرح بعضها، الدنيا تكمل. ما ينفعش واحد كده يبقى عايش الواحد والناس تقف في ظهر بعض. نعمل ايه للظروف يا ورد يا حبيبي؟ ما هو احنا موجودين النهارده بقى، ربنا يخليكم ويطول عماركم يا اما. ربنا يخليك. احنا موجودين النهارده علشان نعرف ايه اللي اتعمل وايه اللي باقي يتعمل، وتعرفيني بقى مصر الخير عملوا ايه وايه اللي ممكن الخير. اللي مطلوب يتعمل علشان اهل الخير اللي سامعنا. مصر الخير فضلهم علي، خليهم يطولوا عمارهم وجزاهم كل خير يا اما حبيبي. ويجزيك انت كل خير. جزيهم والنبي هم يا اما. جابوا لي ثلاجه وجابوا لي بتجاز وجابوا لي سريرين ومرتبتين، وفي شهر رمضان جاتني 6 كراتين و3 فروجات، وجابوا لي 400 جنيه في شهر رمضان، وجابوا لي بطانية وجابوا لي حاف وستروا علي، إن شاء الله يستر عليهم دنيا. وبيحبوك مصر الخير قوي يا ست نجات على فكرة. والله ربنا يخليهم يا ولدي، ربنا يخليهم ويطول عمارهم والله، وبيعطفوا علي يعني هم والحاج داود، بس الأساس مصر الخير برضو بتبعد، إن شاء الله يخليهم ويطول عمارهم وجزاهم كل خير يا أمي. قولي لي أنت محتاجة إيه؟ أنا محتاجة أسد الدين اللي علي. أوه. وزي ما أنت شايف لا سباكي ولا نور في البيت يا أمي. وكل واحد ساعدني بحاجة، الله يبارك له ويطول عمره، ومن ضمن مصر الخير إن شاء الله يطول عمرهم ويخليهم سدوا جوعي وسطروا قوة عرية ولد، وغطوني يا أمي حبيبي، وخلوني شربت البخ البارد وولعت على بتجاز يا أمي للقيمة، إن شاء الله يخليهم ويطول عمر مصر الخير ويخليهم ويخلي الشباب اللي فيه. وانا عرفت كمان انت يعني انت مقدره ده وبتحب يعني، والواحد لما الناس تبقى واقفه في ظهره يقول الحمد لله يعني. والله يا ورد بقول الحمد لله، يا صح الايام قله ودنيا ودنانين، بس برضه جزاهم كل خير يا امي. احنا موجودين النهارده بقى عشان ايه؟ لو في حاجه ناقصه. أيوة. اهل الخير اللي سامعيننا واللي شايفيننا. أيوة. يقفوا معانا كمان. ايوه يا ورد، المقاول اللي دين علي وبتاع الزلط والرمله اللي دين علي يا امي، ولحد ما والدي امبارح ورد فوزه بالحج 12000 علي. كان عايز يكتب له بلاغ ضمنتها مره والله يا ولدي. الدين كام يا ست نجات؟ الدين المقاول اللي 22000، والرملة والزلط 17000، والسمنت فضل علي 12000. تمام. اللي زيك وزي غيرك ساعدني يا امي فضل علي 12000، وال 22 للمقاول 17 للناس والرملة والزلط يا امي. ان شاء الله ان شاء الله اهل الخير اللي سامعيننا كلنا هنقف مع بعض كده ان شاء الله. ايه بقى حكايه، انا عارف ان انت في 4 من ولادك تعبانين. الثلاث ولد والبنت. ثلاثه. ثلاث ولد والبنت. ايه؟ تلات ولاد وبنت. آه. ايه التعب اللي عندهم يا ست نجاة؟ حسين ده يمي عمليات، عمل 7 عمليات، ما خليتش امك وراي ولا قدامي، عمل 7 عمليات، اخر عملية دي قال الدكتور ما تتعبيش تاني، فشلت. عمليات ايه يا ست نجاة؟ عمليته في العينين، ما بيشوفوش خالص. لا. يا ست نجاة، لا حسين ده مش بيشوفه اصلا يا امي. عنده كم سنة حسين؟ عنده 20 سنة. في الكلية كافية. والبنات؟ البنت دي عندها 17 سنة. نفس المشكلة برضو؟ نفس المشكلة. وناصر ده عنده 32 سنة. طيب ايه السبب في ان الاربعه تعبانين يعني؟ يعني في حد في العيله كان تعبان يا ست نجاة؟ لا يا وردي حبيبي، دي حكمه ربنا يا دنا. الثلاث ولد والبنت جو كده يعني،
سبحانك يا ولدي، لكن البنتين ما فهمش حاجة. يعني في بنتين سلام الحمد لله. البنتين الكبار ما فهمش حاجة، يعني هم زي الفل، هم طبيعيين، لكن الأربعة دول لا يضنا. ربنا يقدر إن شاء الله. ربنا يقدركم يا ولدي. ويقدرك على إنك تفضلي كده واقفة كده شديدة كده. لا والله بتهدي الحيل يا ضنا. ليه والله ده أنت جميلة وحلوة. لا هو ما شاء الله. الأذان هيأذن وما فطرناش. لا والله يا مقاسني يا أهل الوكل عاد على مقاسم يا ضنا. والله على مقاسم. ده عسل. على مقاسم. ده كفاية إن أنت بس اللي عاملاه بإيديك، أوعى يكون حد تاني اللي عمل. لا والله أنا مأكلة أبخا يا ضنا. طب عملتي لي إيه بقى؟ جهزتي لي ناكل إيه مع بعض؟ عدس وسلطة، شوية مخلل وجبنة. ايش بلدي يا ده نعمة من ربنا، ده كفاية ان انت اللي عاملاه والله. ربنا يخليك يا امي ويطول عمرك يا حبيبي، تاقي عليكم يا امي، ويخلي مصر الخير وناس مصر الخير يا ولدي، ويعينك ويقويكي ويديك الصحة ويدينا الصبر يا ضنا، ويقويكي ويجازيكي خير عن كل تعبك ده. انت تعبت انا عارف، وتعبك ده عند ربنا كبير والله. ربنا يخليكم يا امي ويطول عماركم وتعيش خدمة الخير يا امي، زي حالتي يا ولدي حبيب. اللي قولي لي انت بتعملي العدس حلو بقى زي الناس كلها، ولا العدس بتاعك احلى؟ والله عادي، كل واحد طبيخه يا ضنا. بتعمليه ازاي؟ طيب قولي لي، انا بمتحنك دلوقتي. بحطه على البوتاجاز يا امي، واحط له شويه ميه واهركه، بعد ما اهركه ارمي فيه طمطمتين واهركه، بعد كده بكسر له بصله وحبايه كزبره خضراء وارميها فيه، واقام انزل والعيله ناكلهم. بياخد وقت قد ايه سوا؟ ياخد له بتاع ساعه. ساعه يا امي. خد له بتاع ساعه حبيبي. ماشي ربنا يخليكم برضه من عدس فمصر الخير وحياه النعمه، كلهم الخير. انا مصدقك والله. والله من خيركم يا ضنا. انت ليكي هديه من مصر الخير انا اديها لك قبل ما امشي. والله ربنا يخليكم يا ولدي. وعايز اقول لك زي ما قلت لك قبل كده، ان شاء الله في حاجات كويسه كتير هتحصل. ربنا طلوا كفايه انت يا ضنا، والنبي كفايه جيتكم يا ولد عندكم يا حبايبي، كل حاجه خلصانه والعمر خلصانه يا امي، بعد الكلمه الزينه ان شاء الله يخليكم يا ولدي. ربنا يخليك ويخلي مصر الخير ويتاقى عليكم من كل من شارع. ست نجات، عايزين كلنا حركه جدعنه. احنا اللي سمعنا دلوقتي سواء سمع على الراديو او شافنا كالعاده على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نعمل حاجات كتير جدا. هي في اكتر من دين، في حاجات كتير، وزي ما احنا سامعين مؤسسة مصر الخير قايمة بدور مهم جدا، ولكن ما احنا لازم نتكاتف مع بعض، لازم نكمل حالا بكرة الصبح، عشان لو البرنامج يعني مش فيش بنوك فتحة دلوقتي، تروح على اي فرع من فروع مؤسسة مصر الخير المكاتب، وتروح تتبرع وتقول انا عايز اوجه ده لحالة ست نجات اللي كانت في برنامج عمارة الحاج رمضان، او اي بنك من البنوك المصرية. حساب مؤسسة مصر الخير هو 100-100. موضوع سهل جدا. أقول لك على حاجة كمان، طلع الموبايل دلوقتي وبعت رسالة على 9597 واكتب فيها مصر الخير، اكتب فيها رمضان كريم، اكتب فيها عمارة الحاج رمضان، اكتب فيها أي حاجة، ودخل الرسالة دي منك ومني ومننا كلنا هيروح ست نجات وغيرها من الناس الطيبة اللي لازم كلنا نكون في ظهرها.